بدر، حرفيا القرية معلقة في الجبل، المسالك وعرة جدا، لكي تصل إلى هذه القرية تحتاج إلى قطع مسافة طويلة من منطقة مراكش. فرق الإنقاذ وصلت بشكل متأخر كما أشرت قبل قليل بسبب صعوبة المسالك وانقطاع الطرق. إذا سمحت لي بدر، إلى جانبي هنا أحد أبناء هذه القرية وهو ميلود، فقد ما بين أسرتي الصغيرة والكبيرة أزيد من 20 فردا، إضافة إلى الجيران والأصدقاء والأحباب. يترقب إلى جانب الجيران والسكان هنا عمليات الحفر والبحث عن الجثث. أخي ميلود، تعزينا الحرة، كيف عشتم هذه الأيام؟ حدثنا عن مأساة صعيبة جدا، مأساة هذا الشيء ما لا يصور في الذهن ديال الانسان. انه الان شنو نقول لك، فقدنا بزاف ديال العائله بزاف. هنا ما بقاش انك مشات الام او الاب او الاخ، بل مشات الاسره باكملها، اسره مشات القبيله باكملها، والحمد لله على كل حال. وانتم كتشوفوا الان مازال البحث على الجثث، وهذا يكون هذا القلب ليس لنا دموع في عيوننا لحد الان، بكينا بما فيه الكفايه، وكل مأساة بكل ما تحمل الكلمه من معنى. نحن الان بصددنا ونرجو من الله ان الجثث التي ما زالت تحت الارض ان 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 ان